في شاعر اسمه كريم العراقي، شاعر العراقي كبير طبعاً. عنده قصيده بتعبر عني انا بحبها جدا حقيقي والله. بيقول فيها ايه؟ انا قلت لك بالبلدي فلسنجي والشكاية، لكن القصيده دي انا باخدها نهج في حياتي. بيقولك لا تشكو للناس جرحا انت صاحبه، لا يؤلم الجرح الا من به ألمه. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، من من الناس صاح به سقم. فالهم كالسيل والأحزان زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صمم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يفقد عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. قد خاب ظني في من أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. وكم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدمه. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، تغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، نستغيث به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى أن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم. إيه القصيدة دي؟ إيه القصيدة دي؟ خليني أقول، أنت قلت لي كتبها الشاعر الكبير كريم العراقي. أنا بحبه جدا، وهو يعني القصيدة دي فيها معاني كتير حقيقة لو الناس فهمتها، إن أنت محدش هيعرف يساعدك غير نفسك. لازم تبقى قوي، ولازم أي حاجة أي حزن يجيلك لازم أنت تتغلب عليه، هو اللي يقويك. فأنا ساعة موضوع ياسمين كان في ناس كتير واقفة جنبي، لكن أنا هشتكي أقول إيه؟ هشتكي أقول إيه؟ ولو بينت لها إن أنا ضعيف هي تضعف. يعني هي عرفت ان انا كنت انا 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 انا, أنا بكيت قدامها ساعه الموضوع بتاع توعديني ان انت ترجعي زي الاول يعني. لكن غير كده انا كنت دايما مصدر القوي دايما اهون عليها يعني، لان هي حالتها كانت، انا بقول لك دلوقتي زي الفل، كانت صعبه فلازم اهون عليها، وساعات بقصوا عليها عشان تاخد الدواء، لان انا عايزه في الاخر النتيجه عندي في ايه؟ انها تبقى كويسه ترجع ياسمين يعني. اولا تحيه للفكره، تحيه للالقاء، تحيه لكريم العراقي الشاعر العراقي طبعًا. العظيم طبعًا. اللي كتير من الاغاني اللي بنحبها باللهجه العراقيه او بالفصحى من كلماته، ربنا يشفيه وابعت له سلام من القلب ومن الروح ومن العين لكريم العراقي الشاعر الكبير.